السلام عليكم. تجربتنا اليوم راح تكون بعشرة ريال او اقل نجرب مطاعم ترند في التيك توك. طبعا في التجربة هذه كان معي عف وكلاش، قنواتهم في الوصف. خلونا نبدأ في المقطع. طيب جيناك في المطعم الاول اللي هو شيش كباب، عبارة عن سندويشات كباب دجاج وكباب لحم، واحدة سعرها 9 ريال واحدة سعرها 10 ريال. جيك هذا الدجاج وهذا اللحم. ما شاء الله ما شاء الله، والله الريحة لا احكي لكم. وقاعدين نجهز وبرد الاكل قطع كذا. انا وكلاش، بسم الله الرحمن الرحيم. باينة لازم كتشب يمين بالله طرب، الله رهيبة. طيب انتو خلصوا الحين الدجاج كلها؟ ايه اعطي قسمة صغيرة. بسم الله. هذا اللي معنا الدجاج، والله كلها رهيبة، والله رهيب رهيب. المطعم الاول بالنسبة لي جامد. طيب والله بدي قيم 10 من 10 بس ما توصل. والله اعطي 8.5 9. انا 9 والله. 9. ليش ما اخذ 10؟ ها؟ ليش ما اخذ 10 من 10؟ ما ادري كذا بس صعبة توصل 10. اي لازم اقيم المطاعم الثانية بعدين نرجع له. طيب خذ هذه. هذا اللحم. هذا يا ولد. يا ودني خلاص. والله لذيذ، والله لذيذ. اللي مخليه حلو الدجاج واللحم نفسه خفيف مره. حرفيا تاكل على طول يذوب. اثقل شيء موجود الخبز بس. انا يمكن عشان كذا نقصوها عشان خبز بس. والله خبزتهم يعني تعتبر حلوه بعد. طيب خلصنا المطعم الاول، لكن الحين ناخذ تقييمات الشباب. بالنسبه لك اللحم كم من 10؟ خليها خلص اللقمه. والله شوف اللحم والله اعطيه 9 كل الاثنين، بس اللحم ألذ يعني ياخذ 9.5 على اللحم. لذيذ لذيذ. كلاش بالنسبه لي اشوف الدجاج افضل. الدجاج اعطيه 9 واللحم 8. غريبه يمكنك ما تحب اللحم اصلا. لا اكل لحم. لا هو دجاجه عشان كذا اقول. انا بالنسبه لي اللحم 9 والدجاج 8.5. بالنسبه للسعر الله سعرها مره حلو. احنا الوجبه تعتبر صغيره بس انها كباب. طيب الحين المطعم الثاني اللي هو سويش برجر، عباره عن برجر كلاسيك 9 ريال بس. طلع رجع على طعم. انت تكلم وانا فهمت اللي انا ما شفت هنا. حتى ما لاحظ اصلا انه وشو خرشني. هذه هي البرجر، تعتبر متوسطه، لا هي كبيره مره ولا هي صغيره مره. زي ما شفتوا البرجر شكلها لذيذ. تمنيت ان البرجر في قصدير عشان يكون على طول تحكم انه كويس، وغير كذا ودك ان فيها خس، فيها طماط. حلوه. تقييمك ممدوح. هذا يحط كاتشب يعني. تقييمك والله توقعتها ناشفه مره بس مو ناشفه. واللحم غريب والله انه غريب. خفيف. البرجر كله خفيفه بس اللحم نفسه غريب، تحس انه قريب من اللحم مفهوم. صح انه على طول تفكك سريع. بس البرجر بدون بهارات بس يعني 9 ريال. طبعا 9 ريال بالنسبه للبرجر اللحم ترى سعر كويس. برجر لحم احنا ما فيه الخبز. خبز خفيف حلو مره. لحم غريب بس حلو، بس تحس ناقص شيء بس ما ادري وش. كاتشب ممكن. كاتشب يمكن. جربها مع كاتشب. ايوه بس تصير جاي طعم. خلصناها بدون. والله اني قاعد اسولف انا. مو هم اللي تقول 9 رخيص يطلع مو بذاك الزود. لا والله حلو حق اخر الشهر. بالضبط. والله جاز لي مره. والله حلو. انا والله اعطيه 7.5. نفسك 7.5. مو بشين ولا هو اللي تقول اوف والله مره. انا 8. احلى ما عجبني فيه الخبز. لا خبزهم خبزهم حلو. اللي مخليه 7.5 البرجر حقهم غريب. ما تدري هو اللحم حقهم حلو في نفس الوقت غريب. هل اقترحه ان الواحد مشتي برجر لحم؟ لا. اذا يبغى يجرب شيء جديد انا اقول له هذا، لانه شيء ما قد ذقت لحم زيه صراحه يعني من المطاعم. تحسه بدون بهارات بس اللي في نفس الوقت فيه بس إيه ما طعمها خفيف بس مره. إيه خفيفه لمسه خفيفه كذا. الحين وصلنا لاخر مطعم وبعدها بيكون تجربه كافي اللي هو مطعم تيكاوي. مطعم هندي صح؟ يعتبر هندي بس صغيره. اوه الخبز ذكرني بالمطاعم الهنديه. نفس النظام حق شو اسمه ذا مسالة. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السين الصوص. والله الصوص كثيرين شكله حار. لا ما هو حار. وسط يا ساسر. والله هذا صدق يبيله كاتشب. ما احتاج حالي. ما يحتاج صح؟ والله ما يحتاج حالي. والله انه ما يحتاج. ذق اول ذق بعدين نجرب. خلنا نذوق من جهه وجهه ثانيه. ما يتفاهم الا كاتشب. لازم يا ابوي ما يحلى الاكل الا بكاتشب. ما خرب الاكل الا كاتشب. اي والله يمكن ما عندك ذوق. خربت خلطتهم. واسكع ابوي. لغوصه جوا بشكل يا ساتر. اللي يحبون اللغوصه يعجبكم بدون ما نقيم. ما يحتاج. حتى اللي ما يحبون اللغوصه يعني صوص مو مكثرين مره ولا هو بقليل.
تشريح نروح بغينا نكسر بعدين. والله طعيم. طبعا عندهم هذا الساندويتش وعندهم فرايز. فرايز عباره عن دجاج مع بطاطس مع بعض، لكن الفرايز 17 وهذه ب 9 ريال. اكل لذيذه والله لذيذه. شيش طاووق تاهلون 9 ينافس المطعم الاول اللي هو الكلام هذا. والله صدق لا اوصل، ما ادري عشان يحط كاتشب بس اعطاه اضافه. بس والله صوتهم حاجه والله. ايوه انت حط كاتشب بعد. والله شيك بالله. هذا الصوصات الحين الباقيه اللي تحت اوكي حالي، بس والله لذي. الحراره حراره خفيفه، لسعه خفيفه مره. انا حراره صدق انا معك الحار، بس لسعه خفيفه مره ما اذكر. طيب ما 9 من 10؟ ليش 9؟ سريع 9 ما يجي في 9 ونص ولا بكتشب. دام انه اعطى ذا 9 نعطي الاول 10 لانه والله يستاهل. كباب اول واحد جربناه لذيذ صدق لذيذ، يعني اذا بعطي هذا 9 والله ذاك 10 على طول. والله ذاك اللحم كباب اللحم كانت كباب اسطوري. كباب الدجاج بعد لذيذ. طيب انا اقيم هذا اخي، احس الصوص الحالي مزودينه بشوي حبه. هذه فاعطيه 8.5 والله يستاهل 9، بس الصوص كذا تحس انه ما حالي اللي فيه سكر لا يجي حظيه. بس والله حلو. انه شكلنا ثاني شيء. قاعد احاول اتذكر البرجر. ايه حسيت اني قبله بيا. تبي الصدق؟ برجر احسن. ايه برجر احلى؟ انا عجبته برجر مره. انا اتوقع ان هذا 7.5. يا ساتر. ايه حاط كاتشب يعني طبيعي تقييمكم. يا ابوي حاسب الطعم مؤخر مالك دخل. حاسب الطعم. حاسب الطعم. الحين وصلنا لاخر شيء اللي هو الكافي. الكافي عباره عن قهوه اليوم 4.75 وهذا الشيء 4.75 ما خاب ظني او 4. مصورين المنيو. خلوا تشوفون هنا الحين طالب شوكليت والموند. في اربع انواع بس انا طلبنا شوكليت والموند. كذا واضح وضح الشن. اوه قاعد تكبكب ذا. اصبر قاعد يضحك يضحك وكبها جيد. اصبر الله يبي لها تنظيف ذي. اصبر لا 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 قال لي رقع الحين. لا 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 يعني كويس انه ما صرت انا الحالي اللي كبيته. اي قهوه اليوم 4.75 سعر اسطوري. والله تنقل معبيها فل. كريمين يا اخي والله فكرتهم. كنا مقصف كذا كانه مقصف اقسم بالله. تاخذ طلبات يمين تستلم من اليسار، بس انه مقصف انه ناخذ من نفس المكان يعني. فل قمت اشرب منه انا. ما يمدي ما مداني ايش كنا نقول؟ قهوتهم ذكرني بقهوة ماك. قهوة ماك؟ قهوة اليوم حقت ماك. ايه ما قد جربت. صدق انا ما قد جربتها. انا قد جربتها، كانوا يمدحون جربتها. يعني قريبة منها بس هذا افضل بشوي. تعتبر قهوة اليوم. يمكن نوع القهوة هو اللي يختلف. انا احب الفي 60 اكثر. مش بطال. انا صرت اتفق معك لاني صرت اشرب في 60. مو بمعناته اني تطورت. بس انه كتغيير من انواع القهوة نفسها. اي في 60 تحس انها انقى. انقى. والله متعوب عليها. ويطلع لك طعم القهوة كامل. هو فكرة قهوة اليوم اصلا انه قهوة سوى وتخزن لليوم كامل، وكل يوم يطحنون قهوة ثانية، عشان كذا تسمى قهوة اليوم. فما بضيم تروح انت ما تدري وش القهوة، هل هي اثيوبية، كولومبية، ما ادري ايش، لانك لا تفرق. في 60 تسوي في نفس الوقت. طلع عنك والله لذيذة. والله حلو. ذكت شوكولاتة. هذا الالموند الحالي. هذا داخله كنا كاستر. كنا كاستر من شوكولاتة. ورخيصة. ب 4 ريال. ما قلت صرف من دانكن؟ لا الا بس ان قهوة اليوم ذي لا اول مرة. نفسها هي قهوة اليوم. لو ناخذ قهوة على السعر 10/10 على السعر. اي صح. والله على السعر 10. الاكل والكافي كله. واللي يحب الشوكولاتة. من اللي ما يحب الشوكولاتة؟ في ناس. عادل فيهم السكر ياخذ الالموند فيها سكر خلاص كنسل واسف. جب مندي شركت. وانا اقول لو اني اطلع كل يوم الصبح واتقهوى تاخذ منه. طبعا الكافي اسمه بريسك سمبل كافي بسيط كشك ما في جلسات. برا تطلب وانت برا. اطلب يمين خط طلبك يسار. انت يعطيكم العافيه. اللي ما اشترك يشترك في زر التنبيهات. واذا عجبتكم الفكره سووا لي تحت في الكومنتات هتبون جزء ثاني او لا، او نجيب افكار ثانيه. ونجيب اشخاص ثانيين. نجيب اشخاص ثانيين وبس. يعطيكم العافيه. مع السلامه. نايس. شوف سلوم انت قل السلام عليكم، عرف يقول انت قل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عرف يقول ذا، وانا في نص المقطع اجيب الاكل. يا اخي انتم مالكم السيناريوهات. ذراع طويله. انتم قولوا شرينا هذه، بعدين قل يا اخي ودي بقهوه وانا اطلع القهوه. انت راعي اعلانات انت ايش تسوي؟ طبعا المحل عندنا عندنا. اقلط. يعطيكم العافيه. وش بتختم مقطع؟